السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقه جديده، هنتكلم فيه بالتاكيد على الوضع والاحداث اللي دايره في الشارع المصري. هنتكلم بالتاكيد عن النادي الاهلي، هنتكلم عن منتخب مصر، هنتكلم على بعض الاخبار الخاصه بنادي الزمالك. هبدا بالتاكيد بالنسبه لمنتخب مصر، فيتوريا يعني بيفكر بنسبه كبيره ان يريح سداسي الاهلي في مباراه جنوب السودان القادمه الوديه ان شاء الله، وكمان المحترفين ان شاء الله كمان هيبقوا عندهم اعفاء من المباراه. النادي منتخب جنوب السودان هتبقى مباراه من وجهه نظري هيجرب فيها بعض اللعيبه اللي هو عايز يحط عينه عليهم. طب مين هم السداسي بتوع النادي الاهلي؟ طبعا حمدي فتحي، كهربا، مروان عطيه، محمد هاني، طبعا بالتاكيد محمد الشناوي كمان، يعني لعيبه كبيره بتلعب في منتخب مصر، لعيبه متميزه جدا، وكمان معاهم طبعا وحش افريقيا محمد عبد المنعم. وبالمناسبه محمد عبد المنعم يا جماعه، الخبر بتاع نادي الهلال السعودي ده خبر رسمي بنسبة مليار المية. طب ايه اللي انت بتقوله ده؟ الخبر الرسمي ده عن طريق يعني شركة فرنسية برتغالية هي اللي جايبة العرض للاعب، شركة فرنسية برتغالية هي اللي بتجيب اللعيبة الأجانب بالنسبة لنادي الهلال السعودي. الرقم فعلا يا جماعة 12 مليون دولار، ده رقم خيالي. بس الهلال السعودي كان حاطط في ميسي 400 مليون دولار في الموسم، فاستبعدش عليه ان هو يجيب لعيب ب 12 مليون دولار. انا شايف بصراحه لعيب كبير جدا محمد عبد المنعم، صخره افريقيا، من افضل اللعيبه واكثر اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، عندها تطور رهيب، من لعيب عادي جدا في سموحه على سبيل الاعاره، للعيب في فيوتشر على سبيل الاعاره، مره واحده انفجر مع كروش بقى لعيب كبير، بقى لعيب متميز جدا. عايز اتكلم بقى بالنسبه للصفقات بالنسبه للنادي الاهلي. محمد رضا بوبو احنا عارفين ان مضى رغبه اول امبارح بالنسبه للنادي الاهلي. طب ايه اللي حصل؟ بيراميدز عمال يزود ويزود ويزود لاداره نادي بيراميدز بالنسبه للرقم المالي، الرقم المالي نادي بيراميدز زود لنادي فيوتشر الرقم المالي، وصل ل 25 مليون جنيه، ده رقم كبير جدا. النادي الاهلي حط 15، يعني في خلال 15 20 اللعبه هيروح مع اي لعيب على سبيل الاعاره نادي فيوتشر من النادي الاهلي. الصفقه هتتم، اللعيب مضى رغبه، لسه مفاوضات قائمه مع رئيس نادي فيوتشر ونائب الرئيس كابتن احمد شوبير ورئيس النادي، احنا عارفين، او القائم باعمال رئيس النادي او المدير التنفيذي طبعا وليد دعبس، راجل محترم جدا اللي احنا كنا عارفينه، اللي كان رئيس يعني قنوات اون. عايز اتكلم بقى بالنسبه لبوبو. بوبو خلاص يعني انا شايفه اقرب للاهلي. طب بيراميدز داخل بيعلي على الاهلي، داخل انا احنا عارفين نادي بيراميدز مجرد ما يخش في صفقه يا اما بياخدها بسعر خزعبلي يا اما بيزود على النادي المنافس السعر. احنا عارفين كمان ان نادي بيراميدز بنسبه 90% او 95% كمان هو اللي هيشارك في بطوله افريقيا الموسم القادم. نادي الزمالك هيلعب في الكونفدراليه هو ونادي فيوتشر. عايز اتكلم كمان في حاجه مهمه جدا جدا يعني حابب اتكلم فيها بالنسبه لمحمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه جاي له عرض قطري مهم جدا. طب مين اللي طالبه؟ باتريس كارترون. باتريس كارترون ماسك ايه؟ باتريس كارترون ماسك نادي ام صلال، ام صلال القطري، في جريده كبير جدا في قطر اسمها جريده العرب القطريه، جريده العرب دي بتقول ان باتريس كارترون مهتم جدا بقفشه، قفشه ما عادش ليه دور اساسي مع كولر، مع مارسيل كولر، يجي ليه نادي ام صلال. يعني باتريس كارترون محتاجه، كان بقى ما عندوش لاعب صانع العاب، كان عنده لعيب برازيلي خلاص النادي استغنى عنه. اللعيب البرازيلي حاليا جاي له عروض في الدوري السعودي وجاي له عروض في اكتر من نادي، يعني قفشه هيبقى بديل مميز جدا. احنا عارفين كارترون بيلعب دايما بصانع العاب، كان بيعتمد في الزمالك على شيكا، كان بيعتمد على اللعيب الكبير جدا زيزو، كان بيعتمد على بعض اللعيبه المميزه جدا خاصه يوسف اوباما في مركز صناعه اللعب، فهو من المدربين اللي بتلعب ببلاي ميكر او المركز رقم 10. انا شايفه لعيب كبير ولعيب متميز جدا محمد مجدي قفشه، لو راهم مصلله تبقى صفقه متميزه، يعني مبدئيا هيبقى من 2.5 ل 3 مليون دولار، مع حمدي فتحي هيوصل ل 4 مليون دولار، انت بتتكلم في 7 مليون دولار هيجوا من النادي الاهلي، انت ممكن تعمل بيهم تيم كامل جامد جدا، لعيبه محترفين على لعيبه مصريين، هتعمل سكواد اكتر من واقوى من السكواد اللي عندك. عايز اتكلم برضه في حاجه مهمه جدا كابتن محمود الخطيب اتكلم فيها او قعد وجلس مع الاداره، كابتن حسام غالي، كابتن سلاح حفيظ، لجنه الكوره، طبعا مارسيل كولر، اللي هو رفع رواتب اللعيبه او سقف رواتب اللعيبه. احنا عارفين ان اقصى سعر او اقصى سقف بالنسبه للفئه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي 12 مليون جنيه في الموسم، كابتن بيبو رفعها ل 16 مليون جنيه في الموسم. ارقام غريبه يا جماعه بنسمعها، لعيب بياخد 16 مليون
بياخد 12 مليون وبياخد 30 مليون زي رمضان صبحي و40 مليون زي عبد الله السعيد، ارقام ما كناش بنسمعها في الدوري المصري نهائي بتاتا. يعني مليون دولار و900 الف دولار وكلام غريب. يعني في لعيبه في الدوري الايطالي وفي الدوري الاسباني وفي الدوري البرازيلي والدوري الهولندي الدوري الفرنسي الدوري الاسباني البرتغالي البلجيكي ما بتاخدش الارقام دي. في لعيبه بتلعب في انديه كبيره ما بتاخدش مليون دولار في الموسم، ما بتاخدش مليون دولار في الموسم. ارقام بنسمعها في الدوري المصري ارقام غريبه، ارقام من وجهه نظري مبالغ فيها تماما تماما تماما. عايز بقى اتكلم في حاجه مهمه جدا وهي كشف طبي برئاسه الدكتور احمد ابو عبله لجميع تيم النادي الاهلي، فحوصات طبيه كامله من كعب رجل اللاعب زي ما بيقولوا لراسه، من كعب رجل لراسه، يعني فحوصات كامله مكمله بالنسبه للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي برئاسه الدكتور احمد ابو عبله قبل مباراه حرس الحدود القادمه في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي بيعمل عظمه. تعالى اذكرك كصديقي الاهلاوي بالبطولات اللي حققها النادي الاهلي تحت قياده كولر: كاسين سوبر مصر، كاسين للسوبر بالنسبه للسوبر المصري، كاس مصر اخده مره، كمان بطوله الدوري اخدها، كمان بطوله افريقيا اخدها، 5 بطولات في اقل من سنه. صراحه حاجه متميزه جدا. النادي الاهلي يا جماعه كان ضايع مع الفتره الاخيره بالنسبه لبيتسو موسيماني، مع فتره سوارش، مع يعني سامي قمصان، كنت بتتكلم بصراحه النادي الاهلي كان مستواه متذبذب جدا. في اول ما مسك كولر برضه كان المستوى ما كانش بالواقعيه دي وبالروعه دي وبالاتقان في العمل ده او في الاتقان في الاداء ده. حاجه متميزه وحاجه كبيره جدا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي واتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه. تعالى بقى اخش واذكرك بالصفقات اللي على الرادار النادي الاهلي ونادي الزمالك. تعال نبدا بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك بفوض 3 لعيبه رسمي، اولهم عبد الله بكر لاعب نادي فيوتشر، ثاني حاجه محمود حماده لاعب نادي فيوتشر، وفخر الدين بن يوسف لاعب نادي بيراميدز اللي عقده خلاص انتهى مع نادي بيراميدز، بيخلص معاه في صفقه انتقال حر. بيراميدز حطت له عرض كويس، الزمالك حطت له عرض كويس، اللاعب يعني ما بين نادي الزمالك وما بين نادي بيراميدز. طب بالنسبه للنادي الاهلي في لعيبه كتير على ارضار النادي الاهلي: احمد ميهوب حارس مرمى نادي المحله، محمود مرعي لاعب نادي فيوتشر، محمد رضا بوب اللي مضى رغبه خلاص للنادي الاهلي، الموضوع في الرطوش الاخيره. بالنسبه للصفقات الاجنبيه في اللاعب الكبير محمد بن رمضان الديفندر لاعب نادي او صانع العاب لاعب نادي الترجي، في كمان لعيب المميز اللي انا من وجهه نظر لعيب كبير الايفواري جا فيليب كارسو، كمان الدبابه يعني الجنبيه اللاعب من جامبيا اللاعب اللي انا شايفه متميز جدا اللي هو اداما بوجانج، انا شايفه بصراحه اداما بوجانج لعيب كبير جدا بيلعب في نادي ستيف كوبو النادي الجامبي النادي الكبير اكبر نادي في جامبيا، لعيب كبير هداف كمان افريقيا للشباب، من افضل اللعيبه صراحه اللي انا شفتهم بالنسبه للشباب او طالعين على المستوى الافريقي. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.